الحال بالإخوان الضيوف ديالنا الذين حضروا. نرحب بالسيد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميل عبد البقالي، الزميل أيضا نور الدين مفتاح رئيس سابق الفيدرالية المغربية للناشرين وأيضا عضو المجلس الوطني للصحافة. نرحب بالأستاذ الكبير خشيشن رئيس مجلس الفيدرالي للنقابة. ايضا معنا الاستاذ عبد المجيد اباضه المندوب الجهوي للاتصال. نرحب بجميع فعاليات الاخوان داخل المدينه، سواء اعلاميين، سواء الاخوان في المجتمع المدني، المجتمع الثقافي والسياسي ايضا داخل المدينه. بطبيعه الحال العديد من الاخوان طرحوا السؤال لماذا عقد فرع النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه هذه الندوه، ولماذا بالضبط مستقبل الصحافه في المغرب؟ يعني الجميع يحس اليوم بنوع من القلق حول ما يحدث او ما يخترق الحياه الاعلاميه في المغرب. لذلك حاولنا يعني ان نطرح السؤال حول مستقبل هذه المهنه في بلدنا. ايضا داخل الفرع ايضا ترون اننا حاولنا ان نحتفي ايضا بالذاكره التاريخيه للمدينه. الذاكره التاريخيه للمدينه هي ذاكره خصبه كما تعلمون في اسفي، مدينه تاريخيه يعني مرت فيها الكثير من الاحداث التاريخيه ومرت منها الكثير من الوقائع التاريخيه. نريد اليوم ايضا داخل الفرع النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه ان ننفض الغبار على مثل الاشياء الجميله التي لا يريد ان يتبعها ولا يلتفت اليه اليوم الكثير من الناس داخل هذه المدينه. السيد مندوب الجهوي للاتصال، السيد باشا مدينه اسفي، ضيوفنا اعزاء عائله المرحوم محمد البومراني، الساده السيدات ايها الحضور الكريم. التقى فرع اسفي للنقابه الصحفيه الوطنيه في الدوره الثانيه بعد الدوره الاولى التي كانت تحمل اسم صالح العبدي. طلعت في هذه الدوره تتلقى عليها اسم محمد البومران. تلقى تعليمه الاولي في اسفي، كما سافر الى مدينه فاس جامعه القرويين، هناك حصل على الشهاده ثم عاد الى مدينه اسفي سنه 1927. في 1927 اعطى السي محمد البومراني انه اسس واحد الجمعيه سريه حركه تحمل الحركه الاصلاحيه. هاد الجمعية كانت بدات بسبعة أشخاص ثم توسعت وصلت إلى 15 شخص. بعد ذلك الشيء اللي كيتميز به في الأردن مسلط عليه الضوء وهو الجانب الإعلامي لهذه الشخصية. لأن كما قلت لكم سابقا سؤالنا هو سؤال كبير، مستقبل الصحافة في المغرب. سيبدأ معنا في التشريح أو التفكيك أو طرح السؤال. سنبدأ مع زميلنا رئيس النقابة الأستاذ عبد الله خليفة ليتقدم الكل. أولا أنا سعيد جدا بأن أعود إلى نفس المكان في ظرف مجيز لنتحدث في موضوع يشغل الرأي العام المهني أولا والرأي العام الوطني بصفة عامة، بل ويشغل المجتمع الدولي برمته. ولن أشكر فرع النقابة، زملائي المسؤولين في فرع النقابة بمدينة أسفي على الحرص على إثارة القضايا والإشكاليات اللي فعلا كتحظى بأهمية استثنائية من طرف جميع أجهزة النقابة ومن طرف جميع المهنيين كما قلت، وهو مستقبل الصحافة. يعني هل صحافة الغد ستكون كما هي عليه اليوم؟ وأنتم تعلمون أن هناك العديد من العناصر والمؤشرات والحقائق التي نعيشها اليوم تدعو إلى، لا أقول تساؤل، ولكن إلى القلق، قلق على مصير الصحافة المكتوبة بالخصوص في المدى المقبل. أولا لا أحد يمكن أن ينكر أن قطاع الصحافة المكتوبة اليوم في المغرب وفي خارج المغرب
يعيشوا ظروفا غير مسبوقه على الاطلاق، وهذه الظروف تتمثل في المتغيرات العميقه الكبيره. ابدا بالتذكير بحقيقه ثابته وهي مهمه جدا، ولعلها قد تساعدنا على ان نخفف من بعض الالام التي نشعر بها ازاء هذه الاشكاليه. هذه الحقيقه مفادها في تاريخ الاعلام، منذ ان عرفت البشريه الاعلام لم يستطع اعلام جديد ان يقضي على اعلام قديم. نعم، ربما الاعلام البديل الحالي واكثر شراسه واكثر عنف في مواجهة وسائل الإعلام التقليدية، إذاعة وتلفزيون ومكتوب. وأيضا لأول مرة نلاحظ أن هذا الإعلام البديل يهدد باقي مكونات الإعلام. مثلا حينما ظهرت الإذاعة التعددية في التعبيرات السياسية والاجتماعية والثقافية السائدة في مجتمعنا، الأمر يميل وينحو إلى نوع من الفوضى التي استنبتت في تربة لا تتوفر على الشروط العلمية. في هذا الوضع لا نتوفر لحد الآن على نموذج مقاولة إعلامية إلكترونية ناجح بشكل مبين. هناك مثال نجاح متفاوتة نسبيا، بعض المواقع ناجحة نسبيا، ولكن لا أحد يمكن أن يدعي اليوم بأننا لا استطاع التطور في الإعلام الإلكتروني في المغرب أن يعطينا نموذج مقاولة إعلامية إلكترونية سليمة وناجحة ومربحة بالنظر للعوامل اللي تكلمنا عليها كثيرا. أيضا ليست هناك وضعية نظامية نهد الفسيفساء وهذه التعددية أو هذه الفوضى، كل واحد يسميها كيف ما بغى، بالشكل الذي يمكن من الاطمئنان لما هو آتي في المستقبل. أيضا هذا سؤال فلسفي، هل أصحاب هذه المواقع كلهم صحفيين مهنيين؟ هنا واحد السؤال لابد نذكر به، يعني الجواب عليه لابد نذكر به، من هو الصحفي اليوم ومن هو الصحفي غدا؟ هناك مدرستين، مدرسة مهنية عالمية واضحة، وهناك مدرسة حقوقية عالمية. حينما نعود إلى التنظيمات المهنية الصحفية المهنية الدولية، حينما نعود إلى الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام الصحفيين العرب والاتحاد الصحفي الأفارقة والاتحاد الصحفيين الأوروبيين إلى شعبة الصحفيين أمريكا اللاتينية المنتمية للاتحاد الدولي، يعرفون الصحفي المهني على أساس شروط مهنية واضحة معالم وسلمش. الصحافة مهنة، ليست فقط مجالا لممارسة الحرية. لا، الصحافة هي كما الطب كما الهندسة كما المحاماة، هي مهنة أولا وأخيرا. وبالتالي لا يمكن لأي شخص أن ينتج منتوجا إعلاميا خالصا إلا إذا كان يمتلك التقنيات المهنية في إنتاج هذا المنتوج. ديما كنعطي هذا المثال، اسمحوا لي، يمكن نكونوا حنا في القاعة كاملين هنا، يجيو يعطيونا كل أدوات البناء، يعطيونا السيما ويعطيونا اليجو ويعطيونا الملاسة ويعطيونا الماء، ولكن ماشي بالضرورة كاملين نقدروا نطلعوا بناية تكون سليمة. أنا غنطلعوا بناية ولكن تنطيح على الجمهور في أي لحظة، لأنه نفتقد إلى التقنية وإلى المهنية في استعمال هذه الأدوات الإنتاج لها. طبعا نفس الشكل بالنسبة للصحافة، لا يمكن لأي شخص أن ينتج التحقيق الصحفي والروبورتاج الصحفي والاستجواب الصحفي ويحرر الخبر ويجري استجواب ويفرق بين استجواب الصورة واستجواب الموضوع واستجواب النقل، لابد من تقنية. وبالتالي الذي يمكن أن يقدم منتوجا إعلاميا هو المهني الذي يمتلك أدوات وتقنيات هذا الإنتاج. هذه المدرسة المهنية في العالم، وبالتالي لا يمكن لأي مواطن أن يكون صحفيا. ف
في حين المدرسة الثانية هي مدرسة حقوقية وتتزعمها المنظمات الحقوقية الدولية مراسلين بلا حدود الارتيكل 19 يومين واتشروج واش هذوك كيعتبروا الصحافة حرية هي مجال للتفريغ الحرية حرية التعبير وحرية النشر وبالتالي من حق أي مواطن أن يكون صحفيا ينتج المعلومة ويعلق على المعلومة ويشارك في تدبير الشأن العام من خلال الإبداع على رأيه وتعدد هذا الآراء وبالتالي هذه المدرستين احنا غير مؤخرا كنا في إحدى الاجتماعات والزميل نور الدين كان ناقشوا هذا الموضوع وناض واحد قال وهل ممكن شي واحد يجي يدخل المنظمة الأمم المتحدة هو ماشي صحفي يجي يقول لنا غير أنا مواطن وبغيت نعلق حتى الأمم المتحدة وهذا الاتحاد الأوروبي وهذا ما نعرف خصهم يتعاملوا مع 7 مليار ديال السكان بالتالي على كل حال هناك مدرستين نحن المهنيين كندافعوا على المهنة التصور وهناك البعد الحقوقي اللي كيعتبر أنه هذا مجال لتفريغ حرية لازمة وضرورية وبالتالي ظهر هذا المفهوم الحديث اللي كنسمعوه كثير اليوم الصحفي المواطن او المواطن الصحفي بمعنى من حق كل مواطن انه ينتج المعلومه ويعلق على المعلومه في الوقت اللي كاين اللي كاين. وجود ابدا المدير الجهوي لوزاره الاتصال جهه مراكش الاسفي. تشرفت اليوم بحضور الندوة المنظمة من طرف فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأسفي بشراكة مع المدير الجهوي للاتصال مراكش أسفي في موضوع مستقبل الصحافة واللي كانت في الحقيقة ندوة غنية وتميزت بحضور متدخلين من كبار على رأسهم السيد رئيس النقابة السي عبد الله البقالي والسي مفتاح والسي عبد الكبير خشيشين وكان نقاش مثمر وغني وتطرحوا مجموعة ديال الأسئلة اللي كانت عند عبرات بينات على واحد الاهتمام كبير من طرف المجتمع المسفيوي لا الإعلامي ولا ديال المجتمع المدني بالمآل والمستقبل وديال الصحافة والشكر في هذه المبادره هذه كيوصل لفرع النقابه ديال الاسفي اللي دارت مجهود استثنائي من اجل تنظيمها في احسن الظروف وشكرا. طيب اليوم هذا عبد الكبير خشيشن رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابه. هذا اللقاء اليوم بهذه المدينه العزيزه هو لقاء من اجل مواجهه سؤال كبير هو مستقبل الصحافه في المغرب، من المؤكد على ان التداول الذي تم اليوم هو معالجه متعدده لموضوع الصحافه في المغرب، وكما لاحظتم على ان هناك نوع من المقاربه الشموليه المندمجه في نفس الوقت على مستويات عده، منها المقاولة الإعلامية التي تحتاج إلى مراجعة، فيها المهنيون الذين يحتاجون إلى تأهيل أنفسهم وكذلك إلى انضباط لأخلاقية المهنة، فيها كذلك البيئة التي يمكن أن تكون نظيفة لممارسة المهنة وهذه مسؤول عليها الجميع، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات ديال الدولة، تعلق الأمر بالمقاولة، تعلق الأمر بالمواطن نفسه المستهلك للمعلومة. دور التيلي ديال الصحافي شكون هو؟ خاصها تكون شجاعة الاعتراف بهذا الشيء. هاد الصحفي كذلك هل يقاتل داخل المقاولة الإعلامية التكوينية؟ أنا نقول لكم داخل المقاولة الإعلامية ما كاينش شي شجاع يطرح المسألة ديال الديمقراطية التحرير واللي فيها جزء من الأعطاب اللي كنمروها جوج الجماعة واللي الآن ساهمين فيها هادو كلهم كنا كنتحملوا المسؤولية وبالتالي أنا أعتقد أن معالجة هذا الموضوع تحتاج نوع من النقد الذاتي وتحتاج شجاعة وتحتاج أن نقول باننا ما كنديروش هذه المقاربات من اجل اننا نمسو شي واحد. حنا في النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه دائما تنقولوا للاخوان ديالنا في جميع المقاولات الصحافيه. منين ديروا شي مكتب نقابي اعتبروا راسكم بانكم شركاء المقاولة لاننا كلنا في سفينه واحده. ما كندافعوش حنا على شي واحد امبراكاسي في واحد المؤسسه الاعلاميه، كنقولوا له لا خصك تكون انت نموذج الصحفي المتميز داخل المقاولة الاعلاميه باش تسمى نقابي. خاص المقاولة الاعلاميه تامن بهذا الفعل. اليوم الخطر داهم في نهاية المطاف لأن هناك نوع من وسائط الاتصال التي بدأت تهجم على البيوت تنتج المعلومة وتعتبر أن إنتاج الخبر حق مكتسب وهذا أمر يعني يحتاج إلى نوع من الشجاعة لتأهيل المهنة وكذلك لتأهيل المهنيين للإيمان بأن الإعلام والصحافة والصناعة تحتاج إلى تأهيل وعلى الجميع أن ينضبط لذلك. شكرا. نظرة وطنية حول الصحافة ولكن هذا الجانب الاقتصادي.
لا فيما يتعلق بالعلاقه مع القافا. دابا هاد القافا ماشي حتى الضريب، دابا حتى فرض الضريب عليهم مقارنه مع ذاك الرقم ديالنا الصغير شي هزيل. هو غير اقناع المعلنين على ما هي جدوى انهم يديروا الاعلان في الصحافه الالكترونيه وما يبقاوش يديروه في لي ريزو سوسيو. الوقت باش تقنعهم بعدا خاص تكون ليماج دو مارك ديالك هو اللي حدود 4 سنين 6 سنين اللي فاتت تنتكلموا على 200 250 ألف نسخة هاد السنة الماضية وهاد السنة حنا تنعيشو من ديالها، يعني نزلنا تحت السقف ديال الفقر ديال 200 ألف نسخة لجميع الصحف في اليوم جميع الصحف. ولكن غادي نبدل واحد القضية في المغرب عاوتاني، ماشي عدد الصحف المبيعة هي اللي كتعكس عدد الناس اللي كيقراو الجرائد. حسب الدراسة اللي قامت بها الفيدرالية المغربية لنشر الصحف كاين عندنا 1 مليون قارئ ديال الصحف يوميا، وهذه دراسة علمية أول مرة درناها. 1 مليون قارئ يوميا، عندنا 800 ألف شخص كيقرا الصحيفة بالمجان، كتعرفوا الدائرة ديال المقاهي الريوكيلات هادشي. حتى إلا قال المنزل ولحد الان عندنا 500 ألف واحد كيقرا جريده بالمجان. انا دابا كنتج واحد الجريده كنشدوها كنمشي نطلع كنخدم الصحفيين ياك كنخدم، ولكن واحد كيشد هذا المنتوج كيستهلكو بالمجان ما كيوعاش انه راه واحد الاستثمار، فكاين واحد الضرر لا يتصور. اذا جينا غير نحسبوا هاد 500 ألف القطاع كيمشيو من الناحيه الاقتصاديه 650 مليون ديال الدراهم في السنه ديال الطائرة، كانت أكثر بكثير. هاد 650 مليون ديال الدرهم اللي هي 65 مليار كتمشي للمقاولات، كتمشي للاستثمار في الموارد البشرية، كتمشي في الوضعية الاجتماعية ديال الصحفيين إلى آخره. وشحال ديال الدعم اللي كتعطي الدولة للصحف؟ بدينا الدعم بدا يعني تعمم من 2005، أما لحد الآن هو ما كيفوتش 6.5 مليار سنتيم كتستافد منه 80 جريدة. يعني بالنسبة للصحف اليومية، مستعد الله هو مسؤول عن الجريدة اليومية، يمكن ما يفوتش ذاك الدعم اللي كتحصل الجريدة 7 أيام إلى 8 أيام في المصاري. لا لا قدرة ولا أكثر. اليوم شركة توزيع، حنا هاد الشيء غادي نشوفوا دابا الملف غادي نعرضوا على الإخوان سواء كان معروض على الحكومة. هاد السنة دخل الدعم ديال التوزيع والطباعة غادي كان في القانون هاد الساعة، هاد السنة غادي يدخل، ولكن الوقت فاش كيكون عندك العجز مثلا ديال 100 وفي الأخير كيجيك واحد الدعم ديال 4، ما ماشي شي حاجة ناجعة. هي ندوة وطنية يعني استدعينا مجموعة ديال الزملاء والمتخصصين في الحياة الإعلامية الوطنية، حاولنا نقاربوا سؤال مستقبل الصحافة في المغرب من خلال طرح الأسئلة، ما الذي يقع في هذه البلاد؟ لماذا نحن اليوم متأخرين جدا؟ لماذا كل الطفيلية استقرت في الحياة الإعلامية في الجسم الإعلامي الوطني؟ هذا هو علاش كنطرحوا السؤال، ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل، لأنه الجميع يعرف التفاصيل، يعرف ما الذي يقع، يعرف الناس الذين تسربوا المهنة، يعرفون الممارسات، وللأسف تشجعوا الجهات الإدارية على مستوى المدن والأقاليم أنه كيشجعوا بمثل هذه العناصر ومثل هذه الناس. هذا هو علاش حنا حاولنا نطرحوا السؤال ديال مستقبل الصحافة في المغرب مع متخصصين، واعتقد ان الكلام فيه كفايه لانه الكلام كثر بزاف جدا جدا على الصحافه. اعتقد ان الكلام كافي وشكرا.